لو عندكم بقى كده رقاق طري فاضل من العيد تعالوا نعمل بيه الاكله السريعه ديت، حاجه كده في منتهى الجمال، طعمها تحفه ومش هتاخد منكم وقت كتير خالص. انا جبت كده حله سخنه على النار، حطيت فيها معلقتين كبار سمنه وثلاث معالق كبار من الدقيق، ونزلت عليهم بقى كده بالحليب الدافي نص كيلو، وبعدين حطيت مكعب مرق وتبلت بقى بملح، وبعد كده جبت الرقاق رصيته بقى كده في الصينيه، وكان عندي لحمه مفرومه مع الصدى، حط عليها كده فلفل رومي وشرايح من الطماطم، ممكن تضيفوا عليها زيتون كمان. وبعد كده بقى يعني حطيت بطاطس محمرة وشوية كده بقى من البشاميل اللي انا عملته، وحطيت جبنة موتزاريلا، وبعد كده هقفل بقى بالرقاق كده تاني الصينية زي ما انتوا شايفين. طبعا حطوا الحشوة اللي تحبوها في قلب الرقاق من جوه، وبعدين حطيت بقى بشاميل كده على الوش ورشة كده من الجبنة، ودخلتها بقى الفرن كده تحت الشواية، طلعت عندي كده حاجة شبه باللازانيا، طعمها حلو جدا، لازم تجربوها، وسهلة وسريعة ومش هتاخد منكم وقت كتير خالص، طعمها كان تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار لما انزل فيديو جديد.